بعد النجاحات المتتالية وتحويل مجموعة إلى جمعية مسجلة تحت اسم أنا بقدر، حيث كانت الانطلاقة الجديدة لهذه السنة مع مدرب التنمية البشرية جلال هريش في محاضرة قيمة. اليوم هو استمرار واستكمال فعاليات مشروع أنا بقدر اللي صار اليوم جمعية. اليوم عندنا محاضرة في موضوع التنمية البشرية من الأستاذ جلال هريش في حول موضوع من محنة إلى منحة. الهدف من هاي المحاضرة عشان نفرج ونعطي أمثلة إلى شبابنا ولصبايانا اليوم إنه الإعاقة اللي كانت جسدية أو أي إعاقة ثانية هي بالعكس ما بتمنع إنه نتقدم ونصل للأهداف والحلم تبعنا. فالأستاذ جلال اليوم في محاضرته عم بشرح ويوصل الفكرة إنه نقدر نوصل، وبأكد الفكرة والحلم تبع مشروع أنا بقدر، لأنه فعلا الكل بيقدر حتى لو كان صاحب إعاقة. كانت أمسية غير اعتيادية، فبرغم الطقس العاصف والبرد هذا لم يكن رادعا لحضور جمهور واسع لأمسية تحت عنوان من محنة إلى محنة، والتي كانت تتمحور حول تحويل المحن والمصاعب إلى فرص للنجاح، حيث زينت الأمسية كلمات الدعم والتحفيز. استفدت انه ولا مرة أيأس، ولا مرة أوقف عند نقطة معينة بسبب انه أنا مش غادرة، انه أطلع على الأمور من عدة زوايا، انه من هاي الزاوية أنا لا أستطيع ممكن بستطيع من ناحية ثانية. المحاضرة هاي بتفيد كل شخص إن كان متطوع داخل الجمعية أو بخارج الجمعية، لأنها بتعطي بوش معين، دافع معين إنه نعطي لأنفسنا ولغيرنا كتطوع بدون مقابل. اليوم المحاضرة جدا رائعة قيمة، استفادت إنه الإنسان يكون عنده هدف أهداف واضحة في الحياة، وإنه يتحدى كل إنه ما يهتم لكلام الناس اللي حواليه، ممكن يكون إيجابة ممكن سلبة، بس الإنسان هو بقرر شو يأخذ وشو لا. يعني نقدر نقول طنش تعيش تنتعش، وإذا أنا بدي أسمع كلام الناس مش رح أتقدم. جمعية أنا بقدر باب من أبواب الأمل بعطائها وفعالياتها الهادفة وتبنيها أسمى معاني الإنسانية. شكرا لزميلتنا ازدهار ابو ليل، الامل في الالم. وصباح الخير لميس حبيب الله، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور. اهلا يا اهلا مديرة مشروع انا بقدر وجلال هريش مرشد تنمية بشرية، اهلا وسهلا فيك. صباح الفل. مدرب تنمية بشرية، اهلا. مدرب تنمية بشرية، كيف الشخص بيقدر يحول المحنة الى منحة له، تحويل الطاقة السلبية في حياته الى طاقات ايجابية جلال، اللي من خلالها بنقدر نستفيد منها بشكل كامل؟ صباح الفل. اول شيء للكل جميع المشاهدين ولك دوريد والعفاف، بشكل طبيعي انه كل انسان فينا بمر بظروف في حياته، ظروف بمرحلة معينة تكون ظروف صعبة، اثر هاي الظروف ممكن يشحن بطاقات سلبية اللي هي بتكون نتيجة لآراء الناس فيه، او ممكن تكون نتيجة للتجربة نفسها والخوف من تجارب اخرى شبيهة. انا بعتقد انه اول شيء ممكن او اول مبدا ممكن يحول طاقاتنا السلبيه لطاقاتنا طاقات ايجابيه بعد اي تجربه سلبيه او حصلنا فيها على نتائج سلبيه، هو مبدا بنسميه ان اردت ان تحصل على نتائج مختلفه فاصنع اشياء مختلفه. دائما الانسان اذا طريق معين انا سلكته ما وصلنيش للي بدي اياه او للنجاح اللي بدي اياه، فعلي انه اغير اسلوبي وسلوكي وطريقي حتى اصل لنتائج مرضيه ونتائج ايجابيه. صحيح. بشكل طبيعي انه كل انسان فينا عنده هدف، فمفروض يكون ملتزم في هدف ولكن مرن في اسلوبه. اليوم انا الاشياء اللي بعرفها اليوم بتوصلنيش لهدفي، إذا لازم أتعلم أشياء جديدة توصلني لهدفي. فأول مبدأ هو بشكل طبيعي إنه الإنسان يجب إنه دائما يغير، يكون مرن في أسلوبه، يغير طريقة تعامله مع الأشياء وتقبله لانتقادات الآخرين. واللي بخلينا نتقبل انتقادات الآخرين هي ثقتنا بنفسنا. الإنسان يجب إنه يمتلك الثقة بالنفس دائما، فيجب يمتلكها بالأساس في ثلاث مواطن أساسية. الأولى عند البدايات، لما تيجي تبدأ أي مشروع جديد أو أي تحدي جديد أو أي تجربة جديدة، يجب يكون عندك ثقة بالنفس حتى أن يكون عندك الثبات عند الاقتحام. أيضا يجب أن يكون عند الإنسان الثقة بالنفس
حتى يكون عنده مسألة الثبات أثناء القيام بالتحدي هذا اللي هو صعب، اللي هو تحدي ممكن يكون يطلب منه مجهود كبير. أيضا يجب يكون عنده ثقة بالنفس عند النهايات، بسبب أنه يبدأ يتقبل انتقادات الناس وانتقادات وآراء الناس فيه والآراء المسبقة بالناس فيه، سواء صح شخص صاحب إعاقة عنده المجتمع عنده آراء مسبقة، ممكن صاحب الإعاقة يكون شخص غير قادر أنه يعمل شيء غير أنه يقعد بالبيت مثلا، يعني ممكن يكون رأي من الآراء، مع أنه اليوم الوضع بالمجتمع عم بتحسن والناس عم بتشوف أشخاص من أصحاب إعاقات ناجحين، وهي لميس موجودة هون وغيرها، يعني في عنا قصص نجاح رائعة بمجتمعنا من أصحاب الإعاقات، ومش بس أصحاب الإعاقات، أيضا أي إنسان سوي خالي من الإعاقات يجب أيضا أن يمتلك الثقة بالنفس، لأنه عنده تجارب صعبة بحياته. طبعا. صحيح. طبعا. وهيك لميس كل النقاط يمكن اللي تطرق لها جلال أنتوا عكستوها من خلال نشاطكم في مشروع أنا بقدر اللي اليوم صار جمعية. دعي نحكي شوي عن هاي التغييرات اللي صارت من لما خلق المشروع لحد اليوم أنكم صرتوا جمعية معترف فيها رسميا. أول شيء يسعد صباحك. يسعد صباحك. دريد وعفاف. الله يخليك. دائما البني آدم عنده فكرة وعنده إيمان معين حب إنه يصل له، بس بما إنه كانت الفكرة جديدة وكل الفكرة إنك أصلا تيجي تطلع هاي الفئة من البيت هي ما كانتش موجودة. تعال نحكي بقرية عين ماهل، بدي أحكي إسا على مستوى قرية عين ماهل، هالقد كان القرار جريء إنه تعالوا نبدأ نطلعهن من البيت. فلما بتشوف شوي شوي تقبل، وعن جد كان حلمي إنه نكون جمعية، بس النقطة اللي بدي أوصلها حكى جلال عن الاقتحام، برأيي الاقتحام مش دائما إحنا لازم نفوت بقوة، بدنا نفحص أول إشي هذا الاقتحام عن جد هل ممكن يجيب نتيجة إيجابية ولا سلبية. مرات القرارات السريعة وإنه أنا إسا بدي أجي أفوت بقوة وبجمعية على البلد وهالقد أبدا من إشي كبير، ممكن بمحل من المحلات يحبطنا وبدل ما يقدمنا يرجعنا لورا. فبعد سنة ونص من هاي النشاطات والنجاحات وهاي الفئة المميزة اللي صارت كل الوقت على الشاشة وأصلا الناس تسأل عنها، خلتنا أنه نأخذ هذا القرار أو نخطي هاي الخطوة بأنه إحنا اليوم نكون جمعية مسجلة غير ربحية. وبدي أشدد على كل موضوع الغير ربحية، العمل التطوعي بدمنا وبعده موجود وماشيين فيه لحديك اليوم. بدي أرجع أشدد طريقة الشغل بعدها نفسها على نفس المحاور اللي هو أول إشي دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، رفع مكانة التطوع والعطاء بالمجتمع العربي، استثمار وقت الفراغ بشكل صح وبشكل فعال من خلال دورات. اللي ما كنتش بتوقع انه اقدر اصل له كانت فكرتي بالبداية ولأول مرة بدي اكشفها، انه الدورات تكون هي فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. بس التغيير الحقيقي اللي صار ومع إيماننا بالفكرة أكثر وأكثر، الدورات عم تدمج بداخلها أولاد عاديين وهي الفئة المميزة، فإنه صار الإشي مطلوب ومفهوم ضمناً، والأولاد العاديين عم يجوا على دورة اللي فيها ذوي احتياجات خاصة، هذا بحد ذاته إنجاز. وهذا الإشي اللي عم نبحث عنه أكثر وأكثر بالمجتمع، إنه ناس زي جلال وزي لميس مش لازم يخلقوا الإطار لحالهن وأقدر أنا أبني حالي من خلال إطاري لحالي أنا، لا، لازم أنا يكون هذا هاي المشاركة وهاي هذا التشارك الفعال بيناتنا، سواء إحنا كأناس عاديين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. كل الاحترام لكم بجد، يعني كل التوفيق يا رب والاستمرار في هذا العطاء. جلال، أبرز يعني بمحاضرتك لما الجمهور بيستمع وبيشاهد محاضرتك، أبرز الأمور اللي بخرج معها حاملها عكتاف ومفتخر فيها كردود فعل، إيش هي أبرزها اللي بتسمعها؟ حتى تنبلش من أبرز الأشياء اللي بطلعها أنا من المحاضرة، يعني أنا بالأساس أنه أنا من المحاضرين اللي بستفيد من الجمهور أكثر من الجمهور بستفيد مني، فأنا بشكل طبيعي بعد كل محاضرة بنزل بوقف مع الناس بسمع منهن بسألهن شو رأيك وكيف كان أدائي، لأنه بحب أقيم نفسي من خلال الناس. بس أنا كيف بشوف الناس شو بتحب المحاضرات، موضوع التنمية البشرية هو موضوع جاء عشان يجعل كل شخص أفضل في مكانه،
يعني الأم تكون أم أفضل، موظف يكون موظف أفضل، الطالب يكون طالب أفضل. فلما بتيجي الناس على المحاضرات، من أجمل الأشياء اللي بلاقيها بالقاعة مثلا، بيكون مجتمع مصغر، تيجي الأم مع الأبو معهن ابنهن، إنه بيكونوا قاعدين بنفس الصف وبيسمعوا شيء واحد، اللي هو ممكن يكون تعال نقول شيء يروحوا يتناقشوا فيه بالبيت، فيفتح موضوع للنقاش عندي بالبيت. ف من الأشياء اللي أنا بكون سعيد جداً أسمعها من الناس بعد المحاضرة، إنه بسبب المحاضرة أنا اليوم أخذت قرار إني أبدأ طريق جديد، إني أصنع تغيير جديد، فإنه أصنع تغيير بحياتي، إني أنا قررت اليوم إنه خلص طب ما عادش إنه في مجال إنه أقاوم التغيير. لأنه قبل ما تفوت الناس على المحاضرة عندي دائماً بيكون أحد المشاكل اللي بتوحد كتير من الناس إنه يقاوم التغيير، يعني دائما ما يقاوم التغيير، بخاف يعمل تغيير بحياته، بخاف يبدا شيء جديد بحياته، بخاف يبدا مشروع جديد بحياته، لانه سبق وحكوا له، قالوا له انه صعب كثير، وقبلك غيرك كثير جرب وما نجحوش، فممكن ياخذ من هون طريق الرجعه. بعد المحاضره الناس بتاخذ قرار انها تبلش انها تصنع تغيير، ولكن محاضرة مفعولها زي مفعول حبة الحلو، ممكن يأكلها ينبسط فيها طعمتها كتير طيبة، بعدين خلص راح مفعولها بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة. أنا بالمحاضرة بالذات بعين ماهل كان مهم بالنسبة لي أحكي عن مسألة الكوميتمنت، المسألة الالتزام، إنه كيف الإنسان لازم يكون ملتزم إنه إذا أخذت القرار اليوم أنا بدي أبلش بدي أصنع تغيير، فاليوم لازم يبلش التغيير ويستمر. أفضل وقت الإنسان يصنع فيه تغيير هو بين امبارح وبكرة، معناها اليوم، معناها هاي اللحظة. فأنا دائما كل الناس do it now، يعني إسا بلش فيها إسا وعملها إسا، وإلا حياتك ما راح تعملها. صحيح صحيح. ويمكن الإرادة في صناعة التغيير لميس وجلال قادت مجموعة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يخوضوا نضال ويصعدوا هذا النضال بهدف نيل مطالبهن الأساسية والشرعية. صحيح. إلى أبعد الحدود. رح ينضم لنا عبر الهاتف السيد خالد محميد الفعال في هذا النضال. يسعد صباحك أستاذ خالد. صباح الخير للجميع. اهلا فيك. أهلا معنا في الاسبوع الماضي، حضرتك كنت ضيفنا في الاستوديو وتحدثنا عن نيتكم وعن المساعي في تصعيد نضالكم بكل ما يخص موضوع المطالبه بالحصول على حقوقكم المتساويه مع اي مواطن اخر في الدوله. حدثنا عن هذا التصعيد، كيف شكله وشو هي الخطوات اللي عم بتقوموا فيها حاليا؟ نعم، الخطوة اللي احنا اليوم ليش الجديد اللي عملناه، قمنا بإغلاق منطقة صناعية جوية بمنطقة المطار. طبعا كان إغلاق المطار كليا، إغلاق لتعفيات غريت. المفروض كان يفوت 1500 باص من كل بوابة، لهن ثلاث بوابات، ونجحنا إغلاق تام، ولا باص ولا سيارة فاتت، إلا العمال كلها أجت من 3 كيلومتر 2 كيلومتر ومنطقة 4 كيلومتر ماشي على الإجرين. وكنا رايحين نعمل دخان أسود نحرك أجال في منطقة المطار اللي نقدر نمنع الطيارات لفترة قصيرة لساعة أو ساعتين. طبعا القوات اللي كانت منعت هذا الإشي منا، أخذوا العجل. نعم. أستاذ خالد، إلى متى راح تستمروا في هاي المظاهرات برأيك؟ هذا السؤال رايح يتوجه مش إن للحكومة، لبيبي نتنياهو، لكحلون، لكات، إلهم هذول الثلاثة اللي إحنا أعطناهم فرصة 4 أشهر، واللي بيقدروا اليوم فورا يمضوا الإسكان جاهز وإحنا نستنى للحتمة تبعتهم. الأمر مشروط يعني. نعم بيقدر. وأنا وجهت اليوم بالوسائل الإعلام طلب لرئيس الحكومة إنه قوم اليوم بتقدر تمنع من أصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة أن يطلعوا من بيوتهم الساعة 1 بالليل حتى يناضلوا.
من شان ختمة الكلام، بس استنى بالمضي تبعته يعني. طب أستاذ خالد، يعني أمام هذا التصعيد، المظاهرات، الوقفات الاحتجاجية وإغلاق الشوارع اللي عم بتقوموا فيه، هل من تحرك يعني على المستوى الرسمي، هل من ردود فعل على الأقل اللي عم تتلقوها ما بعد يعني هاي الخطوات اللي عم بتقوموا فيها؟ نعم، ردود الفعل هو احنا توصلنا لحل معهم، توصلنا بدل 5300 توصلنا لحل 4600، والحكومة تراجعت تراجعت لحد الآن، كانوا بواحد واحد 2018 نعم. اعطناهم فرصة، لحد الآن مش عاملين لنا ولا شيء، لم يصادق على احنا مش قادرين نصبر، احنا طالعين هسا كمان لإغلاق منطقة الصناعية في أشدود، كمان نص ساعة ساعة رايحين نغلق ميناء أشدود إن شاء الله. لا، ما في تصدي من الشرطة أو ما شابه أستاذ؟ طبعا على كل سيارة من سياراتنا كان ثلاث أفراد شرطة، يعني إذا إحنا 40 كانوا 120 شرطة. هل من يعني التعامل عنيف معكم أستاذ خالد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه نتحدث عن مجموعة يمكن اللي تعاني من تحديات حركية وما شابه؟ نعم، أنا بدي أقول شغلة واحدة، أوقات نعم نلقى في تعامل في عون، وأوقات نلقى تعامل أقل شوي، نعم، حتى من الناس وحتى نعم. من الحكومة وحتى من البوليس وحتى من المراك الطريق. الله يعطيك الصحة، وإن شاء الله في نهاية المطاف يعني تنالوا مطالبكم العادلة، وكل يعني فكرة المساواة بالحقوق هذا شيء شرعي ومن حقه الكامل. صحيح، إن شاء الله. نعم، وأنا بدي أوجه نداء برضه لأصحاب الإعاقات من الوسط العربي، يا عم شاركوا، يا عم اطلعوا، إلكم حقوق، ظلكم مش نايمين بدوركم، لو أنت اطلعوا ناضلوا، النضال مش عيب ولا بخوف ولا حدا بيقدر يعملكم شيء، لا تأمين وطني ولا بس فل الناس بكل اللي بيقطعوا معاشي، مش مظبوط هو الخراف، اطلع ناضل، وبالذات إذا كنا نتحدث عن نضال سلمي وشرعي. شكرا لمداخلتك معنا سيد خالد محميد الفعال في هذا النضال. شكرا لك. لميس بعدنا متأخرين احنا يعني. خذ راحتكم. لا، بعدنا متأخرين في الوعي بالشارع العربي. صح، بس أنا برأيي وكيف أنا بشوف وجهة نظري، كل واحد بناضل من المحل اللي موجود فيه. مفهوم. أنا برأيي الرسالة اللي إحنا عم نكون فيها، سواء إحنا أو جلال أو أي حدا موجود بالمجتمع العربي، في كثير ناشطين مجتمعيين أنا بقدر أغير بهذا المحل، فكل واحد إذا بيبدأ التغيير من المحل اللي موجود فيه أنا برأيي رح نصل. فيعطي العافية أستاذ عبير خالد محميد على نضاله ومجهوده، وإحنا شو بنقدر رح نوقف معه يعني. لميس، وكمان السؤال يعني موجه لجلال، رح نسمع وجهة نظره. أستاذ خالد أيضا في مقابلاته يعني عندنا في الاستوديو وأيضا من خلال هاي المداخلة، وكأنه عنده عتب على أبناء المجتمع العربي. صحيح. اللي يعني طبعا ملموس تحت هاي المسمى أو هاي الشريحة، وكأنه صوتنا منخفض. السؤال برأيك ليش؟ هل فعلا هو من باب التخوف، أم أنه مش قادرين ندرك ونآمن بقدرتنا على التغيير والتأثير؟ أنا أؤمن أنه كل واحد عنده قدراته، وكمان مرة بيقدر البني آدم يغير من المحل اللي موجود فيه، بس تعالوا نكون كل هاي الأمور وهذا النضال يكون شوي بشكل منظم. يعني تعال أحكي لك بصراحة، إسه عم بسمع منه كل هاي الأمور، فأنا برأيي لو إحنا كنا بنعرف من قبل تنضموا لهذا، بنضم أنا فيش عندي أي مشكلة، وممكن عن جد أقدر أجند كتير ناس معانا وحوالينا، فتعالوا نكون شوي منظمين من ناحية ترتيب كل هاي الأمور، وإيش هي السيرورة اللي كيف ممكن نتواصل أول شيء، نعم. وشو هو المسار الصحيح عشان عن جد نقدر نصنع هذا التغيير، لأنه هاي التغييرات الصغيرة ممكن عن جد إنه البني آدم يقدر أصنعها أنا تصنعها عندي، أما التغييرات الكبيرة اللي بدها عن جد تكتل خليها تكون منظمة أكثر، ونقدر نرفع عن جد يكون كيف حكيته صوتنا أعلى وأعلى، لأنه صوت واحد ما بكفي. هون ما بدناش نحكي هون أصحاب الشأن إلهن وغير أصحاب الشأن ما إلهن، لأنه إحنا بالتالي بتسميتك أنت، مع أن أنا مش كتير بحب هاي التسمية، العاديين بما سميتيهن هن ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي ما عندهنش احتياجات خاصة هي الصرخة المفروض حسب رأيي تكون واحدة، فش قضية هدول وقضية هدول. جلال، كنت تعرف عن المظاهرات اللي عم بتقوم؟ لا أبدا، أبدا إطلاقا، بس إنه
كل فكرة يعني أنه يعني التغيير، أي نعم مهم التظاهر رفع الصوت والحراك في الشارع وكذا، وأنا بعتقد أنها هي اليوم أكثر قضية عادلة في البلاد عندنا، بس حتى هي مش بس قضية أصحاب الإعاقات إنما هي قضية الأسوياء كمان، لأنه اليوم أصحاب الإعاقات بيطالبوا بحقوق، بكرة الأشخاص الأسوياء كمان راح يطالبوا بحقوق تانية. فهي فكرة إنه أنت اليوم تشارك أصحاب الإعاقات في نضالهم حتى كإنسان سوي، هاي مهم جدا يعني. الأرقام ضئيلة جدا، حكي لك إنه إحنا اليوم 40 بعتقد إنه ما فيش لهم تأثير، وحتى مش رح يستجيبوا لها. باعتقادي انه كمان زي ما حكت لميس، مهم جدا انه كل شخص ياثر من المكان اللي هو موجود فيه. كونها لميس بتنجح باقامه جمعيه ومشاريع، والامسي زي اللي كانت بعين ماهر شارك فيها اكثر من 400 شخص، كانت هي ممكن تكون منصه لطرح هاي القضيه. يعني انا ضمن عملي كشخص اللي امتلك شركه للتعليم اللامنهجي في التربيه اللامنهجيه في البلاد، وشركه تعمل من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال، ودائما ما بيكون عنا بالأيام التدريبية والتعليمية اللي منقيمها ناس كتير، وبشوفوني كجلال اللي هو صاحب الشركة اللي عنده عاقة، هي كمان نوع من أنواع أنه نوصل الرسالة طبعا. فكل إنسان بقدر يوصل رسالة مكان اللي هو موجود فيه، ويجب أنه يكون في خطة مبنية على أنه تجيب الناس المؤثرين، ضم إلهم أشخاص أسوياء اللي ناضلوا بقضية إنها قضية بتهم كل المجتمع، مش بس بتهم أصحاب الإعاقات، لأنه هي فعلا مش بس كل شخص سوي عنده قريب صاحب إعاقة، عنده صديق صاحب عنده إعاقة، إنسانية خليها. فهي بالنهاية قضية عادلة، وهي مش قضية أصحاب الإعاقات. نعم. يؤسفني أن أقول هي قضية مجتمع طبعا. وإذا كان أشخاص الإعاقات لوحدهم بناضلوا فيها، إذا في عنا خلل بالمجتمع للأسف. أحكي هذا الكلام، وكل شخص أيضا معرض جلال أنه يكون بمرحلة طبعا. معينة يعني طبعا. عنده إعاقة أو تحدي صغير. معين بالضبط. هاي الفكرة اللي لازم أيضا تتذوت في نفوسنا وعقولنا. لميس حكينا هيك من انطلاقة المشروع إلى أن يعني أصبح جمعية مسجلة غير ربحية، النشاطات المستقبلية يعني أنتم من أول يوم ما شاء الله عليكم فعالين وفي عندكم هيك أفكار كتير حلوة، واليوم حكينا عن الدمج قديش عم بيكون حلو إنه الأطفال يعني العاديين أو الأسوياء مثل ما ذكرهم جلال عم بيشاركوا. شو مشاريعكم المستقبلية؟ أول إشي الهدف من إنه نكون جمعية نتوسع أكثر على مستوى قطرة، بديش أحكي عن مشاريع، ده أحكي عن الرؤية اللي هي الإشي الأكبر لسنة وسنتين وممكن 5 سنين. ذوي الاحتياجات الخاصة المميزين هن يقودوا هذا التغيير، هن يكونوا سفراء معنا، هن ما بدهم مساعدة وهن بيقدروا وهن رح يكونوا بمحل جدا رائع. فبتوقع منهن من هون لكمان كم سنة يقدروا يقودوا تغيير مجتمعي حقيقي إن شاء الله. برؤيتكم وبنشاطاتكم إن شاء الله دايما تنقلوا هاي الجمعية بتسهل صحيح على مستوى أكيد. البيروقراطي أكيد طبعاً بتسهل وبتقرب. إيش الميزة المضافة هيك الإضافية اللي أعطتكم إياها الجمعية من تسهيلات معينة لطرق تسهيلات أبوان. معينة إنه صرنا نفكر بأفكار أكبر اللي بدها ميزانيات أكثر وكل موضوع الجمعية عم بتيح أصلاً إنه نجند ميزانيات أكثر. كمان نقطة إنه تيجي شركات من برا انه اتعامل مع مشروع ولا اتعامل مع جمعيه، فلا الناس دائما بتروح لكل موضوع الجمعيات بتشوف فيها شيء حقيقي واكبر وصاحب التاثير اكثر. عشان هيك شددت على قضيه غير ربحي، وهذا مطمئن مزدود. للطرف الاخر اكيد هذا مطمئن، وكمان مره برجع وبشدد على كل مطمئن جدا برجع وبشدد على اهميه العطاء وانك تعطي من وقتك. بالضبط هذا الشيء اللي ممكن يعطي الاكتفاء الذاتي للانسان، وباكد لك انك من هذا المحل رح تكون كثير مبسوط. نعم جلال، هيك نسمع منك كمان وسريعا كل فكرة يعني ذكرنا وحكينا مع الأستاذ خالد عبر الهاتف، في أشخاص اللي بتخوفوا، في أشخاص اللي بيقلقوا، في أشخاص الغير مؤمنين بقدرتهم على التأثير، وفي اللي بوصلوا لمرحلة اليأس. رسالتك لإلهن شو بتحب تقولن؟ يعني راح وصل رسالتي بجملة، أنت ما تؤمن به، لذا فكر بشكل أكبر واحلم بشكل أكبر، وادعو الله دائما أن يعطيك أكثر. ما شاء الله عليك بهالكلمات. نسمع من لميس كمان
مقولتك ايش رسالتك؟ في رسالتين، واحده شخصيه واحده جمعيه. واحده جمعيه غير ربحيه. شكرا اول شيء، شكرا لايمان الناس اللي عم تيجي وتحضر فعالياتنا. صار في عنا قاعده جماهيريه وسيعه، بتامل من هاي القاعده الجماهيريه ما تصغر وما تقل. تابعونا دائما وتابعوا نشاطاتنا. شكرا لقسم الشبيب اللي انا اليوم جزء لا يتجزأ منه على دعمه ومتابعته الدائمه لنا. الرسالة الثانية الشخصية اللي هن في امرأتين اللي رافقوني بمسيرة حياتي وكانوا شاهدين على كل انكسارات لميس ونجاحات لميس، امي واختي، بدي اقول لهم من هذا المنبر كل سنه وانتم سالمات عقبال 120، ينعاد عليكم بالصحه والسعاده وهدات ان شاء الله وسلامنا كمان لإلهم. كمان بكل تاكيد سنه اني سالمين. الله يخليكم، نشكر حضوركم، يعني الله يقويكم، نشد على ايديكم، كل الاحترام على كل اللي بتعملوه. رح نضلنا بدورنا طبعا مواكبين اعمالكم بشكل خاص وبشكل عام، شخصي وجمعي كمان يا لميس، احسن ما تزعلي. المدربة التنمية البشرية جلال هريش، مديرة مشروع انا بقدر لميس حبيب الله، شكرا لكم.